العيش في أحياء تحوي مساحات خضراء أكبر ربما يقلل من التوتر ومن خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية. هذا أبرز ما توصلت إليه دراسة أمريكية حديثة. باحثون في دورية جمعية القلب الأمريكية أشاروا إلى أنه على مستوى سكان العالم يتم الربط بين المساحات الخضراء في المناطق السكنية وتراجع خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب ومشكلات الجهاز التنفسي، لكن لم تتواجد أدلة كثيرة لإثبات ما إذا كانت هذه الصلة صحيحة. وأجريت الدراسة على عينة لمجموعة من المرضى، حيث اختبر باحثون مجموعة من المؤشرات الحيوية للتوتر وخطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى دراسة بيانات للأقمار الصناعية لتقدير حجم المساحات الخضراء حيث يعيش كل فرد. ووجدت الدراسة أن مستويات هرمون الأدرينالين كانت أقل في عينات سكان الأحياء التي تحوي مساحات خضراء بالمقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مساحة مزروعة أقل، مما يشير إلى تراجع مستويات التوتر. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن شرايين الدم لدى الأشخاص الذين يعيشون في مساحات خضراء واسعة صحية أكثر بالمقارنة مع من يعيشون في مساحات خضراء محدودة. وإذا تأكدت نتائج هذه الدراسة فسيعني ذلك أن التفاعل المستمر مع الطبيعة ربما يكون أحد وسائل الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.